هذا وتجرى في هذه الاثناء المباراه النهائيه لمنافسات رياضه كره اليد في دوره الالعاب الاسيويه المقامه حاليا في مدينه هانكو الصينيه. ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره القطري بعد ان قدم عروضا قويه اهلته للوصول الى المباراه النهائيه لملاقاه نظيره المنتخب القطري الذي تمكن من بلوغ النهائيات بعد فوزه على المنتخب الكويتي.